مساء الفندم، مين معايا؟ الايلتس يا فندم. الايلتس امرأة ما شاء الله. انا دكتورة عصمت عبد الجبار ارنب. الايلتس يا فندم موقف ورق الهجرة بتاعي لكندا. ازيك يا دكتور ارنب؟ انا مساء الفندم. صح، الايلتس يبص اول حاجة طبعا مفروغ منه موضوع السبيلنج، لازم طبعا السبيلنج يبقى سليم جدا. موضوع اسمه كوهيرنس او كوهيجن، تماسك وترابط الموضوع، يبقى له بداية ووسط ونهاية، ويبقى في كلمات بتعبر عن زي first second on the one hand on the other hand، في كلمات انتقالية مهمة جدا. موضوع الجراماتيكال رينج، بيشوفوا نوعية الغلطات بتاعت الجرامر، لو غلطان في حاجات سوري تافهة يعني، تمام؟ حد يعني نسيت إز ومرة نسيت ده وآخ، خلاص أنا كده أتعلم على الورقة دي كده أربعة خمسة. خلي بالك الموضوع ده مثلا عشان يجيب درجة عالية لازم يكون الجرامر اللي كاتبه قوي جدا، بيطلع بقى الأزمنة البيرفكت والبيرفكت كونتينيوس، الأزمنة فيها هاف بين. دي بقى الليكسيكال رينج، ده مهم جدا، ده النطاق المعجمي، لازم أستخدم كلمات قوية، ما ينفعش أستخدم كلمات بسيطة، كلمات سيمبل. طيب عندنا بعد كده العامل الخامس، هو عامل البانكتويشن. يا ترى دكتور عصمت عارفه البانكتويشن كويس؟ عارفه امتى تحط نقطه بعد عدد كام جمله ماكسيمم لازم تقفلي بنقط سيمي كولون كومه؟ عارفه الكلام ده؟ لا ما اعرفش، رسيني يا مستر، انا زهقت وتعبت. معلش انت بس يعني ان شاء الله في هنزل تفاصيل اكتر عن موضوع الرايتنج فور ايلتس، اند اف يو نيد اني هيلب فور ايلتس بليز يعني اكتبوا تحت هنا وكل حاجه تبقى تمام ان شاء الله. معلش يكرمك، إلهي يخليك، إلهي يسترك، ربنا يخليك يا شيخ، أنا مش عارفة أقولك إيه والله.